200 سنه هذا البلاصه نصبوا فيهم مكاكه مش عارف الزوز ثاني ثلاثه ايام مكاكه تنقل من الحوم. أمرا ما تطيح على مقدرة معقرة وقطعين في الشجر يا رمى شد يا كل يوم ساكن كرومال ماك تعرفي برستيج عندهم وطقوس نتاعهم ياخذ تالي بالجامعة خويا محليه طلع سالي تيمون محليه خويا ما بالك ولا نحب تيمون امي دونفونس يا سخت الرومان هبرناهم هما خارجين يبداو قلت لك عندهم طقوس يخرجوا يلزم عندهم هاك الوهر العالم الكل يراهم يتفاجئوا فيولا وراهم والدنيا هما وكل الدنيا دف دف وكل حديد والكاسكوات بلوتوث والدنيا باف 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 ما يقلقهم عندنا الرومان ولا لا هما كيكا من الصباح هما يخرجوا يا رومان يا رومان يا حاوي جيب لي اختك وي هب النهر هما والفرنسيس ميتين سنة في الاخر قطعوا روما في الاخر قطعوا تعرف كيفاش قطعوا روما من هنا سهل ياسر ما فيكمش بالك دابوني على حد شيء بعد تسع سنين جاهم القسيس نتاعهم وكانت عندهم الكنيسة هذي زاد اللي بنا فيها الكبيرة الكل نعملوا فيها في الحفلات نبلعوا فيها ولا الكنيسة نتاعهم جاك القسيس نتاعهم يصلي بيهم قال لهم نهارين ثلاثة لازمنا نقطعوا حتى روماني ما يقول قالوا عليه قالوا الشعب يكفر برشا ربي زين ظهر لي ربي باش يهز بهم القاع ويلتخم وكانوا يعاقبوا كيكا العباد قطع يدورها ما عادش فما حد شيء بالعروق بكل شيء بالسجر قالوا دونك باش يموتوا معاهم قاموا الخمسة تاع الصباح قطعوا الرومان الكل حتى الروماني ما قعد قاموا التوانسة كالعادة الصباح العشرة تاع الصباح كابيسان فما كاملة واه ترى السيجار ترى يا روماني يا حاوي وين؟ قطعوا يا روماني وين روماني؟ وين يا اختك؟ يا روماني يا سفرجل وين؟ ما لقاو حد جا واحد في الخزقير قالوا مروح شنو؟ قط كل قاموا يكفوا قاموا يربربوا تعرف علاش سماونا البرب الروماني ما نفهموش بالعربي كي تقلبها يربرب كان قعدوا معانا الدوره سمينا يبزبز مش الرومان بركة قطعوا باكي قطعوا الرومان قطعناها الرومان قطعناها العثمانيين فرانسيس وبعض اللي جاوا الكل هذوما حكموا فينا بعد كي ما عاد فما حد درنا على بعضنا نحب درنا على بعضنا نصبوا في بعضنا هبين بعضنا نصبوا في بعضنا نعملوا في مشاكل بعضنا نتفاجئوا على بعضنا نقلبوا في بعضنا كل شيء هبلنا بعضنا في بالكم فما خبر ما حبش نقولوا الحكومة تري سونسيبل نقولها بقول عليها الشواطئ اليوم جمعتين قطعوا شو سيريو الشواطئ تعرف الشواطئ نتاعنا كي يوسوسونا قطعوا عملوا مظاهرة هبطت بليس عارفه ما تعرف قصة بليس كي يهبط يحكم في الشواطئ وتعمل مشكلة يرقيك تعمل مشكلة خايبة يهبطك جاو قالوا ما عادش خدمين قالوا كيفاش ما عادش خدمين عمرها ما صارت في التاريخ ألف حكم قالوا سي بليس مع احترامنا ليك ما ناس خدمين قالوا عليه قالوا شواطئ أكثر منا هذوما عادش قالوا فيها قالوا قوموا خمسة تاع الصباح بكري باش نعرفكم القوم باش تعاد باش تسموا بعضهم القوم باش تسموا بعضهم قوموا خمسة تاع الصباح باش تعملوا لهم النميمة القوم نمروا على بعضهم نمروا هنا نمروا هنا هكا الشيطان اخر قرايد عيط لبليس قالوا ما نحبش نكلمك قدام الشواطئ الصغار طيح ايش قادر سي بليس سامحني قالوا سي تري تري جراف قالوا شنو؟ قال لي شديت زوز توانسه يوسوسوني قالوا من واحد جبدني وحدي قال لي بليس راه مش خير منك حل وحدك ونعاونك في الاخر تلقاه حال حانوت شاباتي ها الشيطان عبد العزيز بن خوجة النوم انتليجون غزر لي قال لي سمح لي قال لي وحني وحل تعرف كي توحل خاطر انت ماشي في حاجه في بالك نضحك برشا قال لي سامحني سي تو سا سي سامبا اما يا اخي باش تحكي كان على الخايب نتاعنا العرب والمسلمين ما عندكش الباهي نتاع تونس الباهي نتاعنا شنو قلت له احكي لي على الباهي قال لي قلت له باهي سي بون بصراحه قلت له ما غير كذب اليوم خاطر نعرف كلامي يوجع بعد ساعات
مش نحكيو على الباهي نتاعنا في معادنا نظهروا على بعضنا محلانا وقلوبنا بيض ورجاله وعندنا الجرينتا وقلبنا ورزايه الوالدين. عمري ما سمعت قالوا تكنيك وفيزيك. جرينتا وقلب ورزايه الوالدين. الكرة تو اللي يحكموا في العالم هذوما اللي يحكموا فينا اللي نحن نمشيو على وقهم نلبسوا كيفهم ياخذوا منهم عند كل شيء. كان يقصوا علينا الزاوية يقصوا علينا التكنولوجيا نمشيو. اش تو الباهي نتاعنا باش نحكيو لهم؟ ساهل ياسر. باش نحكيو مع قاوري اليوم ولا باش نخرجوا في التلفزه نسبوهم يلزمنا نرجعوا نحكيو على التلال. 500 سنه التالي خوارزمي والدنيا نجبدوا لهم نحن كنا نحكموا في العالم والاندلس ونحن عملنا الفلك وعملنا اللحمه عملنا الطرقات وعملنا الحساب خلقنا الصفر في بالكم نحن عملنا خلقنا الصفر العرب تعرفوا الماتيماتيك ما تطورت لما جا صفر كانت 1 2 3 4 جا صفر الدنيا كلها دارت توليه يا اخي قاوري نحكي له فيها في فرنسا قلت له نحن خلقنا الصفر قال لي شنو نحن طلعنا به القمر انتم قعدتوا في الصفر قلت له ما بسك ترجعوا تلقون لا سي باركينغ تاع الصفر توسي ما دور دور تلقاه ولا باركينغ واحد تصور هما راجعين من القمر ونحن باركينغ اريال 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 امريكان يا صاروخ اريال اريال يا بهيم اريال ولاحظتوا نحن الشعب الوحيد اللي هو في الصفر ينجم يسب واحد في سوق في صاروخ يقول له يا بهيم التونسي قلت له كيفاش تقول له يا بهيم يسوق في صاروخ وانت في الصفر قال لي هذاك علاش هو بهيم خاطر يسوق في صاروخ ما فهمش اريال 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 قلت له بهيم ما فهمش اريال صحيح بالرسم حبيت نفهمه حبيت نفهمه حبيت نفهمها لاولادنا اليوم عندي اولاد وليت خمم اوترومون حبيت نفهم لاولادنا لنوفيل جينيراسيون اللي نحن ماهمش بهيم مالوريزمون خاطر التونسي كذبوا عليه من الصغير قالوا له نحن ذكيين برشا أذكى شعب في العالم. معنا ذكيين، معنا ذكاء متاع ثعالب، كل انستنكتيف هكا هو. على غالب توجع الكلمة، هما ذكيين مش نحن. ذكاء سي دي براغماتيزم توريه. التونسي بالثقة تقول له ذكي يقول لك ذكي بالثقة. قول له وريني ذكاتي برا نسرب، قال له وريني ذكاتي. القاوري كي تقول له وريني ذكاتي يقول لك بيان سور. ريت الصواريخ هذوما هذاك سكانه، ريت البافلوات تخدم بهم سكانه، مونقاله في يدك سكانه. التكنولوجيا هذيا الكل سكانه، الكرهبه هذوك سكانه، التليفون في يدك هذاك سكانه، يوريك السكا يا ابو كلب. توسي قول له انت سكاي اسكاي. قول له وريني تهزم البيان ما كان والله. انت فهموهم لان احنا خاتينا حبيت نفهموا لان هذاك سكا منا من عام 60. قلت له ذوكم وقت نحن في الصفر ذوكم طلعوا للقمر عام 60 وقت بابا بوك مازالوا يخراو تحت شجره ويمسحوا برا. ليهم برشا ذكيين تعرف ايش قال لي بالنسبه يقولها كان التونسي التونسي دخل معاك في الحديث كان يجبد روحك اقتل روحك خير احفر عيش مع الهرانب اهرب. تعرف ايش قال لي؟ قلت له ذوكم طلعوا للقمر تعرف ايش قال لي التونسي؟ شو القوه فيها؟ يا صاحبي هكا هو يا ربي هزني يا ربي ردي بصر ردي ردي فكره المقلوب على ظهري علي هكا انا بيدي نلقى روحي في نفس الموقف ما نكذبش عليه نخدم برشا في فرنسا نمشي نعمل دي سبيكتاكل شاك دو سيمين نتعدى في لي ميديا نتاعهم انتم تعرفوا هنا نسب تونس ونسب الناس الكل ونسب لكن البرا ما نسبش بلادي ندافع عليها انتم تعرفوا ميزا انترفيو ما نحملش في بلادي في راديو اسمه انرجي ولا 200 واط ولا شو اسمه مم كذا وانا فرنسيسي يقوى ماك تعرف باك موان كات قال لي انه لا تكنولوجي هو اللي يحب لهم برجولي حاجه ما بنتهم قال لي كيفاش تجيونا كيفاش تحرقونا كيفاش تعملوا كيفاش تحبوا تلبسوا كيفنا تكلموا فرنسي قال لي تحبوا تقتلونا تعملوا وقت ما فجرناهم فجروا لهم كمان فجروا لهم الدنيا هبلوا قلت له بوكو تي كونفون قال لي جو كومبرون با جاني قال لي بوركوا لي زانتيغريست كونت يشوفوا اكسبلوزي